وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى. والآن ننتقل طبعا مع الفقرة التفاعلية وأحدث ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي مع كريمة. كريمة، يعني شكلك من الابتسامة حملت لنا هاشتاجز ومواضيع متنوعة وعديدة. بتخيل إجاباتك على الهاشتاج معنا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. نفسك تبطل إيه؟ نفسي أبطل إيه؟ تفكير. طيب، لا، عادة سلبية. عادة سلبية ده حاجة لازم. حساسية، يعني الحساسية عادة سلبية. تزعلي بسرعة؟ بزعل بسرعة. اوكي، تملي الناس الرقيقة كده يا راي. عموما يعني كلنا تقريبا بنمتلك صفات او عادات بتكاد تكون ثابتة فينا، ربما هذه الصفات او العادات بتكون سلبية نود ان نتوقف عنها ونزيلها من شخصياتنا تماما. الكثير منا بيحاول ان يفعل ذلك. تعالوا نرى ماذا كتب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. نفسك تبطل ايه؟ مصطفى قال: نفسنا نبطل نراقب عيوب بعض، كل واحد يخليه في حاله، هنبقى مبسوطين، بلاش نحشر مناخيرنا في شؤون غيرنا، نرتقي بأخلاقنا وتصرفاتنا. أنا من أنصار الرأي ده، كل واحد يخلي مناخيره في وشه. خالد قال: الخوف من بكرة، أصل بكرة هو النهاردة اللي كنت خايف منه امبارح. أما ليلى مشرقة، حلو اسمك. ليلى قالت: العصبية وإن حد في دبش، تقريبا أنا مطيرة جبهة نص الشارع. بسام قال: نفسي أبطل أخسر الناس اللي دايما عايزيني أحسن ودايما بيسامحوني واللي عمرهم ما أذوني. شكله بيتكلم عن أسرته أو عائلته أو طبعاً. شخص محدد. أنت ما قلتي لنا العادة السلبية اللي بتحب تتخلصي منها. نفسي أبطل، صدقني ما فكرتش في إجابة، حاجات كتير. منها أنا إن أنا بنسى مثلا مواقف، يعني ممكن ابقى متخانقين النهارده وجيت اهلا يا رايا ازيك، نفسي ابطل الموضوع. طب هذا شيء منيح، ما تبطلي. ما هو مليح لغيري لكن مش مليح ليا. لكل منا طريقة نوم مختلفة، كل طريقة نوم بتعبر عن شخصية مختلفة، ده الغريب. في الفيديو القادم تعرف على شخصية شريكة حياتك أو شريك حياتك من طريقة نومه، تعالي نتابع. لا تعليق. اللي بنام كل النومات مع بعض، شو بتكون شخصيته؟ احنا مالناش دعوه بالحاجات دي. انا بحاول اكتشف شخصيه تايا، اكتشفت انها هي بتخمس بتاخد نفسها. لازم تايا طبعا، هتلاقيها بتنام في كل حته في البيت تقريبا. انتشر فيديو في الفتره الاخيره للنجم اللبناني وائل كفوري، والذي لم تتمكن قوات الامن من منع معجبه مهووسه بالنجم، بل ساعدها وائل للصعود على المسرح والتقاط صور تذكاريه معها. جنتلمان طبعا، تعالوا نتابع. حاجات بسيطة جدا بس ممكن تسبب لك سعادة وطاقة إيجابية لفترة طويلة في حياتك. نعم، هو وائل لا مثيل له، هذا ما بنختلف عليه، بس هذه المعجبة اقتحمت أكثر من مسرح، اقتحمت مسرح جرش مؤخرا وقامت بنفس التصرف مع نوال الزغبي الفنانة طبعا الشهيرة المعروفة. لا، أنا مندهشة من تصرفها، رح نحلله نفسيا قريبا في البرنامج. فعلا الأسبوع الجاي إن شاء الله هنتكلم عن المهووسين بالنجوم. وطبعا يعني احنا بنرحب بكل مشاركات مشاهدينا، اللي شاف حاجه زي كده او اللي هو اصلا بيحب النجوم يبعت لنا ايه شعوره بالظبط لو نجم زي مثلا وائل كفوري عمل موقف زي مع هذه المعجبه. مشاهدينا عبر شاشه الغد ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام، انتشر فيديو بيظهر فيه قط يحتضن عصافير ويحنو عليهم، وعلق صاحب الفيديو قائلا: دع ابتسامتك هي اول ملامحك، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثرا جميلا، تصبحون على ابتسامة ويومكم سعادة.
سلام مش طبيعية، حالة حب وسلام بتاعت الدروس هاي القطة فظيعة خالص. هلا وانا مشاهدينا بتنتهي فقرتنا، بنستقبل مشاركتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. نشكر لكم المتابعة، رايا لسه معاها كتير، خليكم معنا. إليك رايا. شكرا كريمة، كل الشكر.